السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في كويزين تحية الجزائر قناه سميره ديزاد في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله لمحبات الروتينات لمحبات النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه راح تشوفوا معايا روتين مسائي أه هنا رانا يعني بعد العصر كما راكم تشوفوا خديت السله ديالي طلعت للسطح نحيت الحوايج اللي كنت نشرضهم الصباح نحيهم يعني قبل ما تروح السخانه هذيك الشميسه كامل ويبردوا نحيتهم وعاودت هبط للدار بعدها رحت للكوزينه باش نطيب العشاء لقيت وليدي فرغلي شويه تاع الجو في الارض دونك شتي اوبليجي باش نسيقو سينو تبقى الحاله هكذا تتلاصق راكم تعرفوا مع السخانه وكامل دونك جي بروفيتي لوكازيون هكذا باش نسيق باش تبرد تاني الحاله وليت على سعدي سيقت وحكيتها كامل هكذا بالبالي باش نحي كامل هذاك هذاك الجو دوزت لها هكذا نشاف دي فوا ميم في الصيف انا هكذا نحب نسيق مع العشيه باش تبقى الحاله نقيه و اون ميم طون الحاله دي فوا كي نسيقوا الصباح ما جيت تلحق العشيه مع الدراري سورتو كي راهم فاكونس تعاودتوا الحاله كيما كانت دونك كي نسيق هكذا مع العشيه تبقى الحاله شويه نقيه يعني تشد شويه سورتو كيما قلت لكم مع الدراري راهم في عطله هكذا وزت لها نشاف بعدها مباشرة راح نطيب العشاء بالنسبة للعشاء الوجبة تاع العشاء تاع اليوم قلت ندير لهم شوية لي ساندويتش مع السخانة هذه الدراري يحبوهم بزاف يعني ماشي غير الدراري كي الصغار كي الكبار يحبو لي ساندويتش مع السخانة وهاد لي ساندويتش ساهلين تاني وبنان ويوالمو حتى يعني لي يخرج يديهم معاه سواء البحر ولا ولا الغابة ولا يعني في الخرجات الصيفية هنا في مقلاة حطيت شوية تاع الزيت حطيت حوالي حبة بصل صغيرة غابي زدت هنايا حطيت شوية تاع سكالوب دو دنت كنت قطعتو هكدا شرائح بالطول نحطلو هنا مغرفة تاع لاموطاغد زدتلو رشة تاع الملح نبقى هكدا نقلب فيه ونحرك فيه زدتلو في الصين تاع التوم التوابل حطيت شوية قصبر مرحي فلفل الكحل شوية كمون توابل خاصة بالشاورما اللي تعطيني ذوق رائع إلا ما عندكمش ممكن تعوضوها بتوابل خاصة بالدجاج وهنا عندي شوية عكري حار درت غير شوية برك باش ما يجيش حار بزاف على جال الدراري وهكذا كنكمل نقليهم غير على نار متوسطه هنايا زدت مغرفة تاع العكري حلو باش يعطيني لون شباب وتحميرة مليحة لهاد الشاورما هادي ونبقى هكذا نقلب فيها على نار قليلة هنا عصرت عليها شوية تاع القارص باش هداك السكالوب هداك يطيبي يطيب في وقت قصير ونخليها هكذاك على نار متوسطة في الآخر هنا كيما راكو تشوفو قويت عليها النار ونخليها هكذا تاخد شوية تحميرة باش تجينا كيما البنة تاع تاع برا يعني نخليها تتقلى غير في الزيت ديالها ونطفي عليها وخلاص هنا ست قليت شويه تاع لي فريت راح نوجد لهم هذوك لي ساندويتش هنا عندي شويه جبن ابيض هاد لي ساندويتش راح نديرهم بالبان دومي او خبز التوست بالقمح الكامل راح يجو خفاف ويجو بنان تاني وصحيين طليتهم بالجبن الابيض حطيت شرائح هذوك تاع الداند ونزيد لهم هكذا من فوق البطاطا المقليه هنا انت تزيدي واش تحبي تحبي تزيدي شويه بصل مقطع رقيق طوماطيش لادا انا هنا يعني هذا واش درت لهم الدراري على حتى هما هذا واش يحبوا زدت لهم من الفوق شويه جبن مبشور هنا تحبي تزيدي هذاك الجبن يجي كاغي هذاك تاع لي ساندويتش ثاني يجي مليح ما فيهم وراح نبريسيهم في البانينوز يعني كيما وجبه صيفيه سهله وسريعه ويحبوها الصغار والكبار انا ولادي يعني هادو هما الوصفات اللي يحبوهم لو كان يلقاو هاد لي ساندويتش ياكلوهم الصباح يوم وما يكرهوش يعني ذلك نفضل مره على مره نديرو لهم في الدار احسن من اللي يشروهم برا سورتو في الصيف والسخانه كنتو عارفوا المرض ويقواو تقوى البكتيريا والميكروبات لذلك نحاول ندير لهم اكلات هكذا صحيه في المنزل باش نتفاداو الامراض هكذا هنا بعد ما تحمروا هذوك لي ساندويتش اللوز تكملت لي بقاو وهامليك لي ساندويتش تاعي راهم جاهزين كيما قلت لكم يجو محمرين يجو مقرمشين اللي ما عندهاش البانينوز ممكن تحمريهم غير في المقله برك ما تحطي والو تضغطي عليهم بطرشونه ولا بحاجه راح تحمروا لك من جهه ومن بعد تزيدي قلبيهم على جهة واحده اخرى باش يجوا يتحمروا راح يجوك ثاني مقرمشين ويجوا هايلين هاملك هنا الشكل ديالهم يجوا روعه هاد لي ساندويتش جربوهم البنات ماكوش رايحين تندموا اون بلوس دو سا ساهلين بعد وجبه العشاء غسلت آه الماعن يعني هنا غسلت وش غسلت باليد ودرتهم داخل لافيسيل درتهم داخل لافيسيل هكذا ودرت لها البروغرام تاع ساعه برك باش تم, تم تكمل ورجعت لهذيك البانينوز باش ننظفها نمسحها قبل في الاول بالبابي نحيلها كامل هذاك واش راهو لاصق وهذاك الخبز الفتات تاع الخبز هذاك ندير كلش داخل هذاك الدرج ومن بعد نفضو برك نمسحها هكذا بان شيفون يكون اوميد هكذا باش نخبيها نظيفه باش لما نستعملها المره الجايه تكون نقيقيه ما ننساش الخيط الثاني ثاني نجوزو له نمسحوه هكذا ونخبيها في مكانها بعدها رجعت للحوض حتى هو درت له رغوه هكذا نحاولوا يعني نقصوا قد ما نقدروا الشغل في الليل باش الصباح كي نوضوا يعني نكونوا اون فورم ما نلقاوش هذيك الكوزينه تخلع اللي تفشل هنا درت له رغوه كامل للحوض هذاك تشللتو مليح لا بالنسبه للاخوات اللي يسالوني يقولي كيفاش تنض باش تنظفي الحوضه ديالك وباش تنظفي ال... ال... البلون دو طرافاي ديالك نستعمل هذا البرودوي اللي كنتو شفتوه اللي هو سيف كاين سيف وكاين جيف يعني نشريهم في زوج كي خلاص لي نشري جيف وكل خطره يعني كيفاش يعجبوني يعجبني هذاك لو برودوي يعطي ريحه مليحه ويقضي على ال... على لاغريس على ليدام ويخلي ريحه مليحه تاني نزيد نجوز على لابلاك وغنجوز تاني مام على الحيط هذاك اللي مقابل هذا كيتوسخ بزاف سورتو اليوم انا قليت لي وكامل وكامل مكان العمل تاني نجوز عليه نحاول نجوز كامل وين بيدي هكذا باش نحي كامل ما نخليش لي ما نخليش باش ما يتراكموش علينا لي طاش والحوض هكذا يعني محل الحوض هكذا كيكون فارغ ما نساوش الثلاجه ثاني وهنا بعد ما كملت وجدت لهم قرعه تاع الماء بارده نحطها لهم هكذا باش اللي حاب يشرب يشرب وانا هنا شهتني صراحه فقلت نشرب كاس منها مع السوكتول الواحد كيكون يكون يبوجي يعني يعطش وهنا في الآخر بعد ما كملت كامل شغلي ونظفت كامل المطبخ ديالي راح ندير لاتيزان ديالي هذه لاتيزان الخاصة بسوء الهضم نحب نشربها هكذا في الليل باش يعني تريحني وتريح بزاف الكولون نخليها هكذا تتفاعل لدقائق وانا راح تديتها مقابله للطاقه وين كاين البحوري هنا كما راكو تشوفونا هنا راني طفيت الضو باش ما نبانش للبرا لانه الليل على بالكم الليل يبين تما كيكون الضو شاعل العبد يبان لذلك طفيت الضو انا نوري لكم نقعد هكذا مقابله الطاقه في البحوري الله الله نشرب لا تيزان ديالي كان هذا هو ملا اخواتي الفيديو تاع اليوم اللي يحبوا الروتينات ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم نبقيكم على خير نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في امان الله